أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة التي وصلت محافظة سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة الرئاسية. تأتي القوافل ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة ستر وعافية، حيث تضم القافلة الطبية الموسعة التي تم إطلاقها في محافظة سوهاج العديد من التخصصات الطبية. وتأتي القوافل الطبية الشاملة كأحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. النهاردة متواجدين ضمن المبادرات الائتلاف الوطني لجمهورية مصر العربية داخل محافظة سوهاج في قرية أولاد عليه والتابعة لمركز البليانة. النهاردة احنا بنشارك كمؤسسة صناع الخير بالقدم السكري، ودي احدى المبادرات اللي بتقوم بها مؤسسة صناع الخير تحت ما اسمه قدم صحيح. هيتم توقيع الكشف الطبي على الحالات الغير قادرين والمترددين على عياده القدم السكري النهارده من اخصائي واستشاري اوعيه دمويه. طبعا هتقدم كمان الادويه مجانا للحالات الغير قادره، وهيتم اجراء الغيارات الجراحيه للمرضى داخل برضه غرفه القدم السكري، وهيتم بحث الحالات الغير مستحقين وتقديم الخدمه لهم مجانا على مدار العام حتى يتم شفائهم. الحدث العظيم ده معمول تبع الاتحاد والائتلاف الوطني للتنموي، علشان طبعا دي قافلة طبية شاملة، عيون، صحة إنجابية، تنظيم أسرة، جلدية، عدد كبير من المؤسسات زي مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة أبو العيون، مؤسسات كتيرة. ده الحدث بيدل إن القيادة السياسية عاملة إنجاز. نحن زي ما شفت حضرتك نازلين لأصعب القرى لتوعية شاملة، نقدم خدمات للمرضى، عمليات مجانية، نظارات مجانية برضو، وكشوفات، ومتوفر معنا علاج بالمجان، وإن شاء الله معنا تخصصات تانية كتير يعني، وكلها خدمات للبلد إن شاء الله. جايبين مبادرة قدم صحيح لأهالينا في أولاد عليوة والقرى المجاورة. فكرتنا في قدم صحيح إن إحنا نساعد أهالينا في القرى من مرضى السكر غير القادرين اللي عندهم مشاكل في القدم، إن إحنا نحميهم من البتر. الخدمات اللي بنقدمها النهاردة ثلاث مستويات من الخدمات. المستوى الأول توقيع الكشف، المستوى الثاني تقديم رسائل التوعية، المستوى الثالث بداية الاستمرارية في تلقي علاج شهري لمن يثبت احتياجه للعلاج الشهري من مرضى القدم السكري اللي عندهم جروح بهدف حمايتهم من البتر. احنا حاليا بنحاول نستهدف ان احنا نقدم استفادة طبية لعدد ما يقلش من 2500 ل 3000 فرد، والحمد لله بإذن الله العدد وعدد الحضور كويس جدا، والناس متقبلة جدا، والناس مبسوطة جدا بالتواجد. النهارده احنا جايين سوهاج عشان نوزع شنط مدرسية على المدارس، بالإضافة إن إحنا هنعمل حملات توعية للأطفال عن المعاملات الإسلامية وعن كيفية الوضوء وأحكام تلاوة القرآن. كشفت بالمجاني وعطونا علاج زين ودواء وتمام والحمد لله.